لا زال شارع لويس التراثي أقدم وأهم شارع في قضاء المسيب يعاني إهمال حكومة بابل المحلية، فعلى جنباته تتراكم النفايات ويكثر فيه التجاوز على الأرصفة، وعلى الرغم من إكسائه إلا أنه يعاني التكسر والتخسف بسبب فقدانه البنى التحتية، ما أثار سخط الأهالي الذين طالبوا بالخدمات. مو مشكلتنا الشارع، مشكلتنا اللي مهندس اللي صار عليه، يعني اللي مسؤول عليه، هذا اللي قال مسؤول المشاريع، لما قال راح نشوف هذا الشارع راح نسوي، زين هو درسه؟ يعني ما فكر هذا باكر عقبه شلون هذا اذا سويناه اذا حكيناه شلون يعني ورا الحق ايش راح يصير؟ زين اكو وين اكو كل دول العالم، كل دول العالم ما يشتغلون بالنهار، كله يشتغلون بالليل، زين بالنهار هي حركه، زين بالليل الناس يعني راكده ركود ماكو حركه بالليل، اقدر اشتغل بالليل، تعال ليش تشتغل انت بالنهار؟ بالنهار مضرنا ان هاي المصالح كلها حكه صارت رابعة المحلات، عزلت المحلات انقطع رزقنا، وهاي سووا لا مجار ولا بد، نفس الشيء على حطيتهم. تبليط الشوارع صفر. نجي على البنى التحتية المجاري المائية صفر، تجي على الكهرباء صفر، تجي على الحياة الاقتصادية الكادر البناء الإعمار صفر. فشنو هي اللي متطلبات الفرد اللي نفذتها الحكومة القديمة أو الجديدة؟ ويعتبر الشارع الذي أنشئ في خمسينات القرن الماضي استراتيجيا لوجود مبان ومؤسسات حكومية على جنباته، ويربط القضاء بمركز المحافظة. قديم هذا بالنهاية الخمسينات هو الشيد هذا الشارع، بس من تجي على هذا الشارع، الشارع يفتقد المجاري. استاذنا العزيز احنا صح تبلط، بس من يتبلط وتمطر الدنيا والمي عقب الشارع وين يروح؟ راح يجي على الجير والجير يتأذى بالمي. حتى لو تبلط بهاي المرة، هسه حاليا هم قائمين بأعمال قشط للتبليط يريدون يكسوه مرة ثانية، حتى لو كسوه ماكو فائدة، طالما اكو مي ومطر ومجاري ماكو فماكو فائدة. بالنسبة لشارع لويس هو شارع استراتيجي ومن الشوارع القديمة والمهمة جدا في محافظة بابل. يمتاز هذا الشارع بوجود مباني ومنشآت حكومية ومؤسسات، وهو يمتد على طول طريق يصل إلى معمل حرير سدة الهندية وإلى معمل السمنت، ثم يتصل بناحية سدة الهندية وامتدادا إلى مركز المحافظة. ومنذ زمن يطالب العراقيون بالخدمات التي تفتقر لها جميع المحافظات العراقية وحتى العاصمة، ما أدى بالتالي لخروجهم في احتجاجات عارمة لا زالت مستعرة لغاية اللحظة.